السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة وسط رفض عراقي واسع. في ظل الأزمات التي تعصف بالعراق ما بين قديمة وجديدة، أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، وسرعان ما تم هذا التكليف ورفض من قبل المعتصمين والثائرين العراقيين في ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية. الرفض جاء لأسباب كثيرة، من ضمنها أن عدنان الزرفي لم يحقق المواصفات التي وضعها ثوار تشرين لشخصية رئيس الوزراء التي يريدها العراقيون. وسبب آخر، وهو أن الزرفي جزء من العملية السياسية الفاسدة ويداه ملطختان بالفساد، وبالتالي لن يغير من حقيقة المعاناة العراقية التي يعيشها العراقيون. نضع هنا مشاهدينا الكرام مجموعة من الأسئلة وننتظر مشاركاتكم للإجابة عنها. لماذا تستمر أحزاب السلطة باختيار شخصيات مرفوضة مسبقا من الشارع العراقي؟ وهل يستطيع عدنان الزرفي تحقيق الوعود التي أطلقها في ظل وجود الأحزاب الفاسدة والميليشيات الطائفية؟ هل الصراع الذي تشهده أحزاب العملية السياسية في العراق بشأن الزرفي هو حرصا على العراقيين أم لمصالحهم الشخصية؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكانكم أن تجيبون عنها من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مجموعة من المقاطع التي تظهر الرفض الشعبي العراقي في ساحات التظاهر والاعتصام داخل المحافظات العراقية لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. دعونا نشاهد الآن من ساحة التحرير وسط العاصمة، وحشود حقيقة من المتظاهرين خرجوا بمسيرة ليلية لرفض تكليف عدنان الزرفي، فلنشاهد. حاليا مسيرة الرفض لعدنان الزرفي الساعة بالوحدة الأربع من ساحة التحرير، وهي الثوار موجودين ويرفضونه رغم الأجواء الممطرة والوضع الخطر الكورونا وكذا، بس لا زال الرفض مستمر. طبعا في مقطع آخر لدينا أيضا، يستمر رفض ثوار ساحة التحرير في العاصمة بغداد لتكليف عدنان الزرفي، دعونا نشاهد هذا المقطع. Come on.
ننتقل من العاصمة بغداد إلى محافظة المثنى، حيث تظاهر العراقيون هناك في ساحات التظاهر رفضا لتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، فلنشاهد. مشاهدينا معنا الآن أول اتصال في هذه الحلقة، الأستاذ السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل يا سيد أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله، تفضل. الله يعزك. بالنسبة لتكليف عدنان الزرفي، هو معروف عنه كان محافظ النجف، نعم. ومعروف عن سرقاته ومعروف عن قتله للمتظاهرين. فاحنا هي كل العمليه السياسيه برمت هي خطه، ولكن هم يحاولون انه يعيدون الحياه فيها، لانه المطالب الشعبيه ومطالب الجماهير، نعم. ترفض اي ترشيح من قبل الحكومه الحاليه، لانه الحكومه الحاليه اولا اعتبرت عدم شرعيتها من خلال الثوره القائمه في محافظات العراق وبالذات بغداد. فهم يحاولون يعيدون النفس لهم ويرشحون من كتلهم، وهي ايضا عمليه عرجاء، لانه يحاولون كل الطرق يتفقون على مرشح، وبالتالي حتى يبداون بالسرقات وقتل الشعب العراقي. وانما الان الشعب العراقي رافض كل المرشحين من قبل الاحزاب، ولهذا نعم. أبو الحسن، سيد أبو الحسن من بغداد، فقدنا الاتصال معه. طيب، فقدنا الاتصال مع السيد أبو الحسن من بغداد، نشكره للمشاركة. إذا تحدث السيد أبو الحسن عن رفض عراقي واسع لكل ما تخرج عنه أو تخرج به هذه العملية السياسية أو أحزاب السلطة بأي شخصية لترشح لمنصب رئاسة الوزراء ستكون مرفوضة، لأن هذه الأحزاب لا يمكن أن تخرج بالوطني، بالمستقل، بالنزيه، بالذي يستطيع أن يخلص العراق والعراقيين من هذه الفوضى التي يعيشونها. من معنا الآن؟ أحمد من أمستردام، تفضل يا أحمد. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ العزيز. بالنسبة لموضوع المرشح عدنان الزرفي الجديد، احنا كل ما نقول يا الله ارجع مثل ما يقول على قولته نفس الطاسة ونفس الحمام. أولا هذا الشخص هو كان محكوم عليه مؤبد بالتسعينات زمن النظام السابق، وانهزم وعليه فساد مالي كبير. أوكي، فاحنا اليوم نريد واحد يقود البلد، يقوده على أساس يمثل البلد صح. احنا اليوم رئيس وزرائنا هو كان محكوم عليه بالمؤبد وعليه سرقات فساد، احنا شلون العالم تحترمنا؟ نعم. تحسب للعراق حساب. فهذا نفس الشيء، وان شاء الله ما راح تدوم، وان شاء الله اراده المتظاهرين تنتصر على الكل، وان شاء الله يا رب القادم افضل للعراق. ليش تستمر الاحزاب يا سيد احمد بطرح شخصيات وهي تعلم مسبقا انها ستكون مرفوضه لانها لن تحقق الشروط اللي وضعها المتظاهرون؟ لانه الشروط اللي وضعها المتظاهرون ما راح تفيدهم بشيء، ولا راح يسرقون شيء، لانه المتظاهرين طائعين على الحق، على السلميه، يردون وظائف، يردون و و و الى اخره. لكن الاحزاب اليوم اللي تطرحها من عندهم يكفي مصالحهم بالنسبه للبوق والسرقه و و الى اخره، والمنظومه معروفه. فما راح تسوي شيء، ومثل ما اللي كان قبل علاو وغيره وعبد المهدي، فهذا نفس الشخص. نعم. أشكرك سيد أحمد، كنت معنا من أمستردام. معنا السيد أبو علي من الأنبار، تفضل يا أبو علي. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك، الحمد لله. يا حبيبي هاي بلوى بلوى، هذا غضب من الله فوق الكراني، هذا هو جاب لنا هالدمر. هاي حكومتنا
من ايران، سنتها بشيعتها باكرادها، واحنا واقعين بها. هم هم مرض وهم جوع وهم انا صار ببيوتها ما نقدر نطلع روسنا. نعم. وهاي الغضب من رب العالمين ترى ذبح علينا هذا، واحنا نرجو من الله عز وجل ان يخلصنا من هالزمره هاي، ويجينا واحد عراقي وطني شريف وانه ينقذ هذا البلد من هالزمره هاي الفاسده. ابو علي، تتوقع عدنان الزرفي حيحقق المطالب اللي وعد الناس بها؟ هو منين جساد؟ منين جه هو؟ مو من العمليه السياسيه، مو من زمره ايران وشو وغير ايران، منين جانا هو؟ نعم. يا استاذ، هو من الزمره هاي، انت لا تصدق واحد قلبه يحن على العراق وهو جاء على ظهر الدبابه جوي الامريكان، هاي لا تسولف، ومن ايران، مدفوع من ايران، هاي لا تصدق. نعم. والله العظيم والله العظيم ما ان غير الله عز وجل انه يخلصنا ويذب وباء عليهم ان شاء الله، هم نفسهم سياسيين ويخلصنا من عندهم ان شاء الله باذن الله. نعم. واحنا نشكركم على منبركم هذا الشريف اللي هو صوتنا بقى، ماكو غير امنا بالله ثم بيكم انت. الله يبارك بيك. واجبنا ان شاء الله يا ابو علي ان اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الانبار. نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مزيد من المقاطع التي تثبت الرفض الشعبي العراقي الواسع لتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة في مدينة الناصرية. تم قطع الطرق والجسور الرئيسة من قبل المتظاهرين احتجاجا على تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، فلنشاهد. أيضا نستمر في متابعة هذه المقاطع مشاهدينا الكرام من محافظة كربلاء. المعتصمون أيضا يرفضون تكليف عدنان الزرفي ومحاولات أحزاب العملية السياسية للالتفاف على مطالب المتظاهرين، فلنشاهد. الزرفي ما يرهم لأن الشغلة مو بيده، لعبة ويحرك الحزب والشعب ما يريده، للدعوة خادم كان بيد النصر لعنان، للدعوة خادم كان بيد النصر لعنان، للعراق أمن واطمئن ثوارك الدلهم. طبعا مشاهدينا الكرام، من ضمن المطالب أو من ضمن النقاط التي طرحها عدنان الزرفي أو الوعود التي أطلقها للشعب العراقي هي موضوع حصر السلاح بيد الدولة. طبعا عدنان الزرفي ينتمي لتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي الذي كان رئيسا للوزراء في السابق، والذي أيضا وعد بحصر السلاح بيد الدولة ولم يحققه، فكيف بعدنان الزرفي أن يستطيع أن يحقق هذا الوعد بحصر السلاح بيد الدولة؟ هل هو قادر فعلا على حصر السلاح بيد الدولة؟ هل يستطيع عدنان الزرفي أن يواجه الميليشيات وفرق الموت الطائفية في العراق المنتشرة والتي تحمل سلاح يضاهي سلاح الدولة؟ هل يستطيع أن يجرد هذه الميليشيات من امتيازاتها التي تحصل عليها بقوة السلاح؟ هل سترضى هذه الميليشيات أن ينزع السلاح منها؟ يعني أبو مهدي المهندس قالها في السابق أنه حتى لو جاء رئيس الوزراء لحل ميليشيات الحشد لن تحل. إذن ماذا عن عدنان الزرفي الذي جاء الآن ويعد العراقيين بحصر السلاح بيد الدولة؟ هل هناك آلية يستطيع اتباعها لحصر السلاح بيد الدولة؟ هذا السؤال. نتابع من ساحة اعتصام الحرية بمحافظة النجف والتي كان عدنان الزرفي محافظها لفترتين، يعربون عن رفضهم التام لتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة القادمة، فنشاهد. مشاهدينا معنا الآن أبو محمد من السماوة، تفضل يا سيد أبو محمد.
أبو محمد. سيد أبو محمد من السماء، وهل تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو محمد من السماء. طيب نقرأ رسالة واردة من السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد، هذه المرة اختبار أمام عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة عجز عنها سلفه محمد توفيق علاوي وغيرهم من رؤساء الحكومات الكثر. هؤلاء مرفوضون من قبل ثوار تشرين، سيسقطون واحدا تلو الآخر بعيدا عن الوضع الحالي من سيطرة أذناب وذيول الشر على مفاصل القرار في العراق. الثوار والأبطال سيقولون كلمتهم ويزيلون الطغمة الفاسدة إلى غير رجعة، هم وميليشياتهم القذرة التكليف دليل على فساد الأحزاب، كلهم فساد بكافة مفاصل الدولة. سيأتي الوقت الذي يزولون فيه زوال لغير رجعة وتكون نهايتهم قريبة بإذن الله. في رسالة لدينا تقول: والله هؤلاء الخونة كلهم شلع قلع، ما عندهم ذرة غيرة وناموس للعراق، لأن ولائهم للمحتل والسنين كشفتهم، خيرهم لو قاتل لو سارق، بس الشعب صار له 17 سنة يقاد من قبل تجار دين مزيفين للأسف. في رسالة لدينا أيضا تقول أريام: أنا أريام من الأردن، راح يفشل الزرفي وينتصر الثوار. شكرا لك يا أريام، أيضا هي حقيقة تثني على أسلوب الحوار، شكرا جزيلا لك. في رسالة أحد المشاركين يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب إذا المشاهدين الكرام، عدنان الزرفي رفض بمجرد أن طرح موضوع ترشيحه أو تكليفه لتشكيل الحكومة من قبل برهم صالح رئيس الجمهورية. الرفض الشعبي ليس بجديد، حيث رفض قبله محمد توفيق علاوي. وإن تابعتم يعني شخصية عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي وشروط المتظاهرين، ستجدون أنهم أو أنهما لن يستطيعا أو لم يحققا الشروط التي وضعها المتظاهرون في ساحات التظاهر في العراق بكافة المحافظات. انتما إلى العملية السياسية، مشاركان في هذه العملية السياسية منذ بدايتها، تولى مناصب حكومية وعليهما تهم فساد كثيرة. محمد توفيق علاوي أو عدنان الزرفي الآن المكلف الجديد، ما الذي اختلف به عدنان الزرفي عن محمد توفيق علاوي في الشروط التي وضعها المتظاهرون؟ هل هو شخص مستقل؟ هل هو شخص قادر على أن يحقق ما وعد به العراقيين من نقاط كما وعد محمد توفيق علاوي في السابق؟ هل هناك بيئة خصبة أو أرضية متاحة لعدنان الزرفي لكي يحقق بها الشروط التي وضعها للعراقيين أو التي أطلقها للعراقيين؟ ألم يكتوي العراقيون بهذه الوعود التي أطلقت طوال 17 عاما من حكومات ما بعد الاحتلال؟ ما الذي تحقق منها وما الذي يمكن أن تحققه هذه الأحزاب الحاكمة؟ في رسالة تقول من أبو غريب: الجيش يتعامل مع المواطنين على أنه حظر تجوال شامل وليس جزئي مثل ما أعلنت الحكومة. طبعا هذا الموضوع أيضا حقيقة، موضوع حظر التجوال، رد عليه المتظاهرون بأنها محاولة حكومية لضرب التظاهرات. معنا السيد أبو فهد من الطارمية، تفضل. السلام عليكم، أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا والله ما أدري يعني شلون الشعب صانع بهذا، شلون بس أردفتهم شنو؟ احنا يجيبوا الأحزاب، مو المظاهرات وكلها تقول احنا ما نريد من الأحزاب، ما نريد من كل واحد كان بالأحزاب ما نريده، عمي بلونا بلوين نطلعون هال البلاون توجيب وذب الشارع، أقل واحد أعطس وخذوه حجروه، ترى مو يأخذون المستشفى يأخذونه حجر. هاي الحكومة الله بلان عمي فيها بلوة 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 من السماء، يعني شنو العالم طافت هي، هاي مطرة أقل مطرة العالم طب تقريبا نصف متر المي ببيوته. نصف متر المي ببيوته طب، هاي شنو هاي؟ وين كانت مضمومة العالم هاي؟ وين كانت مضمومتنا؟ عم الناشد الدول العربية، الناشد اليهود، الناشد أمريكا، تخلصنا من هاي الزمرة الطاقية الخاينة اللي سلمت العراق للدول. عمي سووا بينا دولة، عمي العالم طافت بهاي المطر، عالم قاعدة برا هي وأطفالها وجهالها قاعدة برا، جايبوا لنا عدنان الزرفي وغير عدنان الزرفي. هو هذا مو كامل الأحزاب؟
مو ابنه مسجون. يعني منين الله جاب لنا اياهم دولة؟ عم ذبحوا الشعب دولة، ذبحوا الشعب موتونا. عم والله ما صارت هاي عصابات مثل ما يقول هذا. شو اسمه يطلع عم احنا عندنا وقفه ويا الجيش كله، ويا الجيش كله عندنا وقفه. الجيش ذبح الشعب. نعم. ماكو جيش عندنا احنا، ماكو وطنيين عندنا قايدين البلد، ماكو اي وطني، ماكو بيهم واحد وطني، ماكو اي واحد وطني بيهم. ولا كلهم عصابات. نعم. عصابات ابو جاسم، عصابات ولا الله جاب لنا اياهم. يعني ابو فهد اريد اسال حضرتك، اللي كان محافظ عدنان الزرفي، كان محافظ للنجف بدورتين، شنو اللي سواه لاهالي محافظه النجف حتى يعمر العراق، حتى يبني العراق، حتى يرجع للطريق الصحيح؟ والله يا ابو جاسم صدق بالله العظيم كلهم فاشلين بدون استثناء، سنة وشيعة كلهم فاشلين. ماكو واحد فيهم خوش ادم يقود العراق. عمي هم والله لو يستحون، لو عندهم نقطة حية بتصلهم نقطة حية إلا أنا ما أبقى حتى بالعراق. أنتوا خليت العراق عرض الدولة عمي، مشان كان واحد قائد العراق وكل خايف من العراق، قائد واحد. أنتوا طيب. سويتوا بالعراق عمي، سويتوا بالعراق. أنتوا عصابة أجيتوا لنا، عصابة العالم مغرورة بهم. والله قال مقتدي وقال مدبنه وقال السيستاني وقال عمي، كافي من هالكلاوات هاي، كافي ليش هو مقتدى ربكم؟ طيب قام ربكم انتو، شنو انتو بس اردفتهم؟ ابو فهد انا اشكرك، انت معنا من الطارمية، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركة وضحت الفكرة. في رسالة من علا من البصرة تقول: اخي كورونا هي لعبة سياسية من اجل مصالحهم الشخصية القذرة. طيب يعني هذا ليس موضوع الحلقة اليوم، لكن أيضا حتى موضوع اللعبة السياسية في هذا الفيروس المنتشر هو أيضا موضوع لم يؤكد حتى اللحظة، لا يزال هناك جدل مطروح بهذا الخصوص، لم يؤكد حقيقة بعد. عموما شكرا جزيلا لك للمشاركة. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا المقطع من محافظة بابل لمعتصمي ساحة مجسر الثورة في المحافظة، وهم يرفضون في بيان تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، فلنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. نحن في ويار بابل نعلن، وكما كنا دائما، موقفنا الثابت والواضح باتجاه مرشح رئاسة مجلس الوزراء على أن يكون غير جدلي الذي نادت به الثوار وأيدته المرجعية الدينية الرشيدة. اليوم نرفض عدنان الزرفي، وكما رفضنا من قبل كل مرشحي جدلي لا تنطبق عليه شروطنا، ومن أهمها أن يكون مستقيلاً أو مستقلاً. الرحمة والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. حفظ الله العراق وأهل العراق. التوقيع في ور بابل 17/3/2020. مشاهدينا الكرام، نود الآن أن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث عن موضوع تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة والرفض الشعبي العراقي الواسع لهذه الشخصية باعتبارها أنها شخصية قادمة من أحزاب فاسدة كما يراها العراقيون. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو حيدر من بغداد. تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من استاذ ابو جاسم، شلونك يعني شلون؟ اهلا وسهلا حياك الله. الله يعزك استاذ ابو جاسم. الله يسلمك. انا اسال سؤال. نعم. هي هاي الحكومه مالتنا شنو اللي حققتها خلال هاي 16-17 سنه؟ هذا سؤال واحد. نعم. مين هم هذول؟ هذا الزرقي اللي هسه حاليا تخبت على بعض الاحزاب، واللي هذه العامري رافضه اكيد، والمالكي رافضه. نعم. وعلى ما اعتقد هو ما يخدمهم هذا. لان يعني هو هذا على اعتبار انه من قبل الامريكان على ما اعتقد، مو جازماني بس من قبل الامريكان. لا بس هو هذا الكلام الى حد ما ظاهر تاكيدا انه مايك بومبيو قال انه سندعم عدنان الزرفي لكن بشروط معينه، يعني الى حد ما هذا تاكيد انه هو مدعوم امريكيا. اكيد هم راح يلتقون ويا هذول، واذا ما ملتقين لان يعني انت هو من كان بربحه؟ نعم. كان عميل لهم. نعم. هو كان عميل لهم، زوجته زوجه امريكيه، زين يعني على 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 اي اعتبار هم رشحوه؟ هو رئيس وزراء غير جدلي هو هذا لو غير جدلي؟ انت شو تشوف؟ والله انا اشوفه جدلي. طيب ابو حيدر، ابو حيدر انا اريد اسال حضرتك السؤال اللي انت طرحته. شنو اللي حققته هاي الاحزاب او هاي الحكومات طيله 17 سنه؟ وشنو اللي حيختلف؟ انا سالتك وشنو اللي حيختلف؟ انا ما اجاوب على الاسئله يا ابو حيدر. والله ما راح يختلف، اكيد. نعم. ما راح يختلف والله العظيم. احنا من سيء الى اسوء، او خير دليل على هذا انه اليوم في بعقوبه. نعم. واقع بيت ناس مهجرين. نعم. بيت منطين. نعم. السقف واقع عليهم، يعني الدمعه هسه بعيني مع الاسف. نعم. مع الاسف. زين وين راحت ذممهم هم؟ نعم. ما ادري ايش اقول يعني احنا هم بلساننا موس والله العظيم مع الاسف. ابو فهد من الطارميه يقول يا ابو حيدر انه هاي الاحزاب مستحيل تطلع بشخص وطني قادر على بناء العراق بالشكل الصحيح. الوعود اللي اطلقها عدنان الزرفي من ابرزها موضوع حصر السلاح بيد الدوله، موضوع معالجه قضيه النازحين والمهجرين. طيب شلون حيقدر يحقق هاي الشغلات؟ شلون حيقدر يحقق هاي الوعود في ظل هاي البيئه اللي موجوده حاليا؟ من سابع المستحيلات ان يحصر السلاح يعني بيد الدوله، من سابع المستحيلات. نعم. لان دول ناس مستفادين اخي، جسكارات، فلوس، حمايات، بيوت. نعم. شو تريد يعني؟ حتى ليالي حمراء موجوده. زين، قمار موجود، هم يلعبون قمار، هم قمرجية، كلهم كانوا راديات يلعبون. طيب. يعني ذولا احنا نترجى من عندهم، زين حتى البلد وين وصل؟ وصل إلى الحضيض. نعم. وصل حالة يرثى لها. يعني احنا لو ما نبطات نبيعها لو كنا جوع وينك هيك حكي؟ وينك هيك نظر؟ هسه احنا خاف نحكي حكاية يقولوا ذولا بعثية. برأيك يا سيد أبو حيدر. على نفسي أنا أكون بعثي في سبيل ان نمشي البلد. ابو حيدر بس اريد اسالك، برايك الصراع اللي موجود حاليا بين احزاب السلطه على موضوع تكليف عدنان الزرفي، صادر هذا الصراع او خارج بنيه الحفاظ على العراق والعراقيين، لو بنيه خدمه مصالحهم الحزبيه والفئويه؟ هو بالتاكيد لخدمه مصالحهم. هم شو يدورون يا عراق؟ هذا عمي يا عراق، مستحيل ان يفكر واحد من دول هالطغمه العفنة، مستحيل أن واحد يفكر بالعراق. من سابع المستحيلات تقبل الله. وإلا شنو اللي كان ناقصهم؟ فلوس موجودة. يعني أنتم ليش يعني البلد كل شيء هذا التراب ماله إن كنا نبيعه للإيرانيين. التراب 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 البلد نبيعه للإيرانيين. ما معتازين كل شيء. زين. الأسماك وقفوها. قضية الدجاج حتى نستورد من إيران ومن تركيا، الله شاهد. نعم نعم. أنا أشكرك يا أبو حيدر، كنت معنا من بغداد وضحت الفكرة. نتابع مع حضراتكم الآن مسيرة انطلقت في محافظة البصرة لرفض تولي عدنان الزرفي للحكومة أو تشكيل الحكومة، فلنشاهد. Yeah.
مشاهدينا، لدينا الآن رسالة قادمة من أحد المشاركين يقول: أخي المرجعية وين من هذا البلد؟ بس تعرف تشكل حشد حتى يهجر ويسرق أملاك الناس بإذن من إيران. ليش ساكت على هذا الدمار؟ ألا تعلم أن هؤلاء السياسيين كلهم خونة وعملاء للمحتل؟ إيش وقت تطلع فتوى بمحاسبة هؤلاء من قبل الشعب؟ هذا السؤال طرح دائما الحقيقة، ليس الآن فقط، منذ فترة طويلة جدا تطرح هذه الأسئلة عن دور المرجعية فيما يحدث من مشاكل وقضايا في العراق، يرونها تصدر فتاوى لتحشيد البشر وحمل السلاح وإثارة الفوضى، ولا تصدر فتاوى للقضاء على الفاسدين الذين خرج العراقيون ضدهم طيلة 6 أشهر الآن، واستشهد منهم أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، ولا تزال تخرج بخطب جمعة حقيقة محيرة للجميع. في رسالة يقول أحد المشاركين: أقترح إعطاء فرصة لأنه ولأول مرة يكلف رئيس وزراء مسنود من أمريكا وضد الإيراني، ضد الأذرع الإيرانية، والدليل هو موقف العامري والمالكي. فمثل ما جابت أمريكا الطغمة الحاكمة، مثل ما جابت أمريكا الطغمة الحاكمة حاليا، أمريكا الوحيدة اللي تستطيع إزالتها الآن، الفرصة جاهزة لأن إيران وأذرعها في موقف ضعيف. تحياتي. هل فعلا الولايات المتحدة حريصة على العراق، على شعب العراق، على أرض العراق؟ هل الولايات المتحدة حققت الوعود التي أطلقتها بعراق ديمقراطي مزدهر؟ ألم هي التي أتت بهذه الأحزاب وهذه الميليشيات؟ ألم تسمح لإيران بالتوغل في العراق؟ ألم تدع الفرصة لإيران، أم تعطي الفرصة لإيران بالسيطرة على العراق والتحكم بقراره السياسي والأمني والاقتصادي؟ ألم تتح الفرصة لكل من هب ودب أن ينهش من العراق من ثرواته ويسرق منها ويستغل وجود الفاسدين بعقد صفقات معهم؟ هذه كلها كانت طبعا بالولايات المتحدة، بيد الولايات المتحدة، بذراعها، بقوتها العسكرية، هي التي جاءت بكل هؤلاء. عدنان الزرفي جاء عن طريق هذه الأحزاب، اختلفت معه أو لم تختلف، كما قال أبو حيدر من بغداد، قال بأنه هذه الأحزاب تتصارع لمصالحها الشخصية، لمصالحها الفئوية الضيقة الحزبية، ليس همها العراق، تتصارع لفكرة أنه من سيحصل على مكاسب أكثر من وجود عدنان الزرفي أو من غيره، ربما تريد ترشيح شخصية أخرى. يعني تحالف الفتح بقيادة هادي العامري تقول بأنه هادي العامري هو أنسب شخص لقيادة العراق في الفترة الحالية. هادي العامري الذي قاتل ضد العراقيين والذي سفك دماء العراقيين قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، تقول عنه كتلة الفتح بأنه هو الشخص المناسب لإدارة العراق. تخيلوا إذا المشاهدين الكرام هكذا تدار الأمور في العراق، هكذا هي عقليات هذه الأحزاب، هي عقليات هذه الشخصيات التي تتحكم بمصير ملايين العراقيين. من معنا الآن؟ طيب، إذا المشاهدين الكرام، 4 كتل سياسية رفضت عدنان الزرفي، حذروا من تهديد قد يطال السلم الأهلي بحسب تعبيرها. حقيقة هذه النقطة، موضوع التهديدات التي تطال السلم الأهلي، التي تخرج من قبل أحزاب السلطة، رغم أن هناك حقيقة كما نشاهد لا يوجد شيء يهدد السلم الأهلي سوى وجود هذه الأحزاب في العملية السياسية كما يرى العراقيون. بيان مشترك عقب اجتماع كل من تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلتي العقد والنهج، أن تكليف عدنان الزرفي وقعت فيه مخالفات دستورية من خلال رفض برهم صالح تكليف مرشح الكتلة الأكبر. أكدت الكتلة أو الكتل معارضتها لتكليف عدنان الزرفي واستخدام جميع الطرق لإيقاف ما وصفته بالتداعي الذي يهدد استمراره أو يهدد استمراره السلم الأهلي. طيب، معنا السيد أبو محمد من بغداد الآن. أبو محمد تفضل. شو أستاذ محمد، شو صحتك؟ حياك الله، الله يسلمك. والله يا أستاذ محمد، أنا من يمي يعني أخجل، أنا والله من يمي أخجل من أشوف دولة السياسيين، من يمي يعني أستحي.
نعم. دول ما يستحون، ما عندهم ذره من الحياه، ذره من الحياه ما عندهم. يعني بشرفك يوميا يطلع رئيس وزراء جديد يوميا يعطي دفتر. نعم. يعني حتى الدفاتر مال المدارس خلصنا، هذا رئيس الجمهوريه يوميا يعطي دفتر رئيس وزراء. زين ما تستحون انتم والله يبعدكم عمي. قولكم شلع قلع. ولا واحد من عندكم يبغى لا رئيس جمهوريه ولا رئيس برلمان ولا برلماني، كلها شلع قلع. ما اريدكم الشعب العراقي، ما اريدكم. انتم ناس خجلتونا، فضحتونا، مزقتونا. الشعب العراقي صار مضحكه من وراكم. رئيس الوزراء ما بيده شيء، رئيس الجمهوريه ما بيده شيء، رئيس البرلمان ما بيده شيء، تروح على رئيس الكتله ما بيده شيء. من اللي يحل ويربط بالعراق؟ نريد نعرف احنا منو اللي بيده الحل والربط، منو؟ برايك يا ابو محمد حاليا بعد الرفض الشعبي اللي صار ضد عدنان الزرفي وتكليفه، شنو الخطوات اللي لازم يتبعها الثوار في العراق لايضا ايقاف محاولات الحكومه والعمليه السياسيه للالتفاف على مطالب الثوره؟ والله استاذ محمد هذول الناس ما تستحي، ناس ما يستحون، يعني ولا دايرين بال المظاهرات ولا دايرين بال دم الشهداء. يعني الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب ما يريدهم. نعم. وهم لازقين، يعني ولا دايرين بال الشعب العراقي. انتوا دول من ساندكم؟ انتوا من ساندكم؟ امريكا ساندتكم؟ امريكا ترى انتوا وامريكا وايران امام الشعب العراقي صفر، لا شيء. الشعب العراقي اذا 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 شد حزام عليكم يمحيكم انتوا وامريكا وايران. فعمي شافونا شركم المظاهرين ما يريدكم. نعم. دم دم شال دم. انتم ما تستحون، ما تخجلون، ما عندكم خطره حياه. قولكم الله عيب عليكم. انا رجال مواطن عادي استحي من اشوف شكولاتكم بالتلفزيون. يوميا جايبين واحد من حزب الدعوه، يوميا جايبين واحد من قوات بدر. نعم. انتم كلكم مجرمين، كلكم قتله، اطلعوا شافونا شرك. انا اشكرك ابو محمد. اشكرك ابو محمد، كنت معنا من بغداد وضحت الفكره. معنا السيد احمد من بغداد، تفضل يا احمد. كثير وكثير. احمد نصل صوت التلفزيون رجاء واسمعني من الهاتف فقط. احمد من بغداد. احمد. احمد موجود؟ سيد أحمد من بغداد رجاء اسمعني من الهاتف فقط. طيب شكرا يا سيد أحمد من بغداد. معنا حمزة من بغداد، تفضل يا حمزة. حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أنا متظاهر. حياك الله. وحياك بعد روحي. تفضل يا حمزة. والله لا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ أنا أم حمزة، أم حمزة عامر من بغداد. تفضل يا أم حمزة، حياك الله. حمزة عمره 18 سنة، متظاهر هو، طلع يطالب بحقوقه. نعم. طلع يطالب بحقوقه، يعني حد راح يساعد المتظاهرين إخوانه في هذا البلد، يعني لأنه نعم. ما له حق بكل هذا البلد، يعني لا نملك بيت، لا نملك كل شيء ما نملك، يعني نعم. يعني ذول السياسيين الجوده يبقون بالبلد، يعني دمروني نعم. يعني وحمزه يوم 14 انضرب بساحه التحرير، عمره 18 سنه هو، انضرب 4 طلقات. الحمد لله انه هو حاليا بخير يعني. والله احنا يعني الناس بخير تبرعوا له، واحنا اللي عندنا والما عندنا والله العظيم وديناه علاج بالهند. زين الله يعينكم. يعني 4 اشهر احنا بقينا بالهند، احنا شنو ذنبنا؟ يعني هذا ابني بعمر الورد زين ضربوه 4 طلقات، شنو؟ شلونها هسه حالته يا ام حمزه؟ والله حالته يعني حالته يرثى اليها، احنا ناس قاعدين اجار، يعني حتى والاجار حشموا غرامنا بالشارع والله العظيم، يعني لا مصرف لا ابوه، يعني دمرنا احنا. الله يكون بعونكم.
شنو رسالتك او اللي تريدين توصليها لكل عراقي موجود في ساحات التظاهر الان يسمعك، وكل عراقي موجود الان يسمع ويشاهد، شنو رسالتك يا ام حمزه يا ام المتظاهر؟ ام حمزه المهدي منين؟ يعني ابني راح يساعد المتظاهرين ويا اخوته يدافع عن حقه، يطالب بحقوقه. نعم. زين؟ زين كل شيء ما يملك بهذا البلد، يعني يجون سياسيين يروح ننتخبهم ويبوقونه ويدمرونه وكل شيء يسوون بينا، لان احنا شنو ذنبنا العراقيين؟ يعني يعني هسه احنا ما نملك لا بيت لا كل شيء، ابني مصطوب يعني مو مصطوب ابني، اربع فقرات مكسره بظهره. تسع براغي خلونه، تسع براغي، طفل عمره 18 سنه ليش؟ ليش؟ نعم نعم ليش؟ وين سرجنا ما يقدر يمشي عليها؟ يعني اربع اشهر احنا بقينا بالهند تدمرنا، يعني حال الظلم حالنا، جهاننا هنا اجار ما عندنا، ابوه مريض يعني ما عندنا كل شيء هسه ما عندنا، هسه ممنوع تجوال كل شيء ما عندنا احنا، كل شيء ما عندنا. زين كل شيء ما عندنا، حتى اشوف علاج دواء الا ماكو والله العظيم. الله يقومه بالسلامة إن شاء الله يا أم حمزة، وتفرحين بشوفته هو بأحسن صحة وأحسن حالة. أنا أشكرك أم حمزة، كنت معنا من بغداد. أم حمزة وغيرها من الأمهات العراقيات اللي يتحسرن على وضع أبنائهم بين شهيد وبين جريح ومصاب بهذه الطريقة. أكثر من 5000 شاب معوق بالعراق نتيجة هاي التظاهرات والقمع اللي صار بيها، غير الإصابات الطفيفة، غير الإصابات الجسيمة، وغير طبعا والأهم عدد الشهداء. كل هذا لأنهم طلعوا يطالبون بوطن، وطن خالي من هاي المظاهر الفاسدة، من هذه المظاهر الدموية، ميليشيات، فرق موت، حتى القوات الحكومية. يقول أبو فهد من الطارمية بيننا وبينهم ثار، هاي القوات الحكومية بيننا وبينهم ثار، لأنه هم جزء لا يتجزأ من هذا الفساد وهذا الخراب اللي حل على العراق. قوات دمج، قوات طائفية ذات ولاءات مختلفة، وهي اللي تدير الشأن الأمني في العراق، وبكلمة مننا وبتليفون مننا يدار العراق بوضعه الأمني عن طريق ميليشيات وقادة حكوميين فاسدين اللي يضربون شبابنا واللي يصوبون واللي يقتلون بهذه الطريقة البشعة. وشاهدنا كثير من المقاطع، وشاهدنا ما الذي فعلته قوات السوات بالنجف وكربلاء وغيرها من المحافظات العراقية. مجازر ارتكبت مدينة الناصرية، جميل الشمر ارتكب مجزرة في مدينة الناصرية وهو قيادة عسكرية، ووظيفته واجبة أنه يحمي الناس ويحمي الشعب من خطر الميليشيات. لكن في العراق تتعاون الميليشيات والقوات الحكومية في إبادة العراقيين، ليس الجميع طبعا، في القوات الحكومية هناك من القيادات وهناك بعض العناصر وطنيون نزيهون مجبرون على بعض الأمور، لكن بالمجمل مؤسسات حكومية عسكرية أمنية فاسدة للنخاع. إحسان الهولندا تفضل. إحسان، سيد إحسان من هولندا تسمعني؟ سلام إحسان، أسمعك. تفضل يا إحسان، حياك الله، تفضل. طب محمد، أنا بالنسبة رئيس الوزراء، نعم. لا أعتب عليهم، لأنه إحنا نعرف أن هذا عبارة عن أحزاب عميلة وميليشيات متورطة بأجندات أجنبية، فأنا ما أعتب عليهم. نعم. رئيس الجمهورية، نعم، بالجماهير بالمطالبات وبالثورة. وهل رئيس الجمهورية يقدر يسوي غير اللي تطلب الأحزاب، غير اللي تفرض الأحزاب من شخصيات؟ إحسان، فقدنا اتصال مع إحسان. طيب، لدينا بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يا أخي، إرادة الشعب أقوى من الحكام. إحنا المتظاهرين من الناصرية نرفض ترشيح عدنان الزرفي أخوكم من الناصرية، وليخسر الخاسئون. من 2003 جبناها بس يماطلون، فاليوم وبهذا الجيل سوف نرجع العراق من الحرامية والسراق. الشعب ينتصر. وشكرا أستاذ محمد، ربي يوفقكم. شكرا جزيلا لك، لم يذكر الاسم عموما، شكرا للمشاركة. في رسالة: كل أسئلتك واردة، الاستعمار الإيراني أخطر استعمار ولا يمكن الخلاص منه إلا عن طريق أمريكا، أن أمريكا بكل أرفض أمريكا بكل جوارحي، لكن
ليس هناك أي طريقة أخرى غيرها. الولايات المتحدة يطالب العراقيون، هناك مناشدات خرجت للمجتمع الدولي للأمم المتحدة وحتى للولايات المتحدة لتخليص العراق من النفايات التي جاءت بها الولايات المتحدة كما يقول العراقيون، لكن ليست هي مناشدة لأن الولايات المتحدة ستبني العراق، وإلا لكانت بنته منذ 17 عاما كما ادعت، لكن الولايات المتحدة بمشروع تدميري جاءت وجلبت هؤلاء معها، والآن لن يرتجى منها أن تقوم بإعمار العراق أو على إعادة إعمار العراق مرة أخرى، لأنها السبب الرئيس في كل الدمار الذي حصل طيلة هذه السنوات التي مضت. المطالبات العراقية هي بأن تأتي الولايات المتحدة تتدخل لتخليص العراقيين من هؤلاء الذين هي التي جاءت بهم. طبعا العراقيون لا يزالون ينتظرون الشخص الوطني المستقل الحقيقي الذي لا ينتمي لا للولايات المتحدة ولا لغيرها لكي يحكم العراق. في رسالة، تحياتي لك أستاذي الفاضل، هؤلاء يلعبون على الشعب لعبة الكراسي أو ما تسمى لعبة الأحزاب، كل يوم مختارين واحد من حزب يفرض على الشعب، وأنهم يعلمون علم اليقين أن الشعب رافضهم لكن لإبقائهم في الحكومة لفترة أكثر ولهدف نهب أموال العراق، ويعرفون أن نهايتهم قريبة. تحياتي لك وللعاملين. يقول أحد المشاركين، أستاذ محمد كيف يكون رئيس وزراء وهو أحد عناصر المخابرات الأمريكية؟ أكيد هؤلاء ناس مرتزقة همهم الوحيد نهب العراق، ووصلوا إلى طريق النهاية المظلم، إن شاء الله نهايتهم قريبة. رسالة تقول، هل أن المرجعية دعت لحمل السلاح لإثارة الفوضى أم دعت بفتوى الجهاد للقضاء الأخطر عدو على العالم المسمى داعش؟ كونوا منصفين، بعد ما انتهى داعش لماذا لم تقم بإخراج فتوى لحل هذه الميليشيات، هذه الميليشيات التي تقتل الآن بالعراقيين؟ كل الميليشيات الموجودة، العصائب، النجباء، بدر وغيرها، تقول احنا قيادتنا المرجعية، فهل المرجعية هي المسؤولة عن هؤلاء؟ إذا لم تكن مسؤولة عن هؤلاء لماذا تسمح لهم بالبقاء في شوارع العراق وهم يحملون السلاح ويهددون حياة الناس؟ بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.